الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله صحبه أجمعين. من أعجب الكلام الذي قيل في منبر هؤلاء هو الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنما النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الأمة، لا يجوز له أن يقول فلان في الجنة وفلان في النار. قد جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة الخسوف أو الكسوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس ثم علا صوته حتى بكى المسلمون والصحابة رضي الله عنهم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: إن أباك في النار. فما تجي تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم ما بقول ناس في النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول زول جدد دين الشرك في 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 العرب في النار عمرو ابن لحي الخزاعي، قال: رأيته يجر قصبه في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رأيت ليلة أسري بي قصرا أبيض أو أبيض، قال: وإذا بجانب القصر قال جارية تتوضأ، قال: فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر، لفتى من قريش وهو عمر بن الخطاب. قال: فلما ذكرت غيرتك وليت يا عمر. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أمنك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فده العشرة في الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعيد في الجنة، وسعد في الجنة. فعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، فعد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، وهم الذين ذكرهم ابن أبي داود في الحائية بعد أن ذكر الأربعة، قال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. ده الناس خاشين الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل به المشركون ما فعلوا يوم أحد، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إذا ذكر يوم أحد ذاك يوم كله لطلحة، عرفت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بشر طلحة بالجنة، وبشر عثمان بالجنة، قال: من يشتري بئر روم وله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فجهز واشترى كل ذلك عثمان رضي الله عنه، فربنا سبحانه وتعالى قبل منه وهو من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. فأنا بتحير من الحق بتاع الناس ديل للصحابة، لكن لأن الصحابة قلوبهم طاهرة ما فيها حقد زي الشعبين تحقد على صحابة، ها؟ عشان كده ابن مسعود قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولحمل دينه، فعرفوا لهم قدرهم فإنهم كانوا على الحق المستقيم. دل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ربنا قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قال: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة وكثيرة وكثيرة. صحابة حذيفة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يرسل ويجيب له خبر القوم، ناس قريش في قصة الأحزاب وغزوة الأحزاب، وكان برد شديد، برد، عرفته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهو رفيقي في الجنة، يمش برد شديد. قال: فلما خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم صرت أمشي في مثل الحمام، بقى الجو دافي له، ودي كرامة من الكرامات، فهمت؟ فمرق وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر القوم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النصر من الله تبارك وتعالى. فتتحير من ناس يطعنوا في الصحابة. ناس دخلوا الجنة يا شعبي، انت خشيت وين؟ خشيت وين انت؟
وانت مركت من وين ذاته؟ فهمت؟ دي الناس ربنا سبحانه وتعالى رضى عنهم من فوق سبع سماوات. طيب من الكلام اللي قالوا، لأنه ذول مجرم إجرام عجيب، قالوا وعمر بن الخطاب علاقته بالنساء كانت ها 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 بيضحك، يعني كان علاقته دار يجوز لك الخلط يعني ها ها، قال شديدة للأسف يعني ها ها. يا ذول هو الرجال بيجروا من عمر بن الخطاب، لما النسوان يا شعب يا وسخ، انت قال عمر بن الخطاب زي واحد مننا نحن او زي واحد منك انت؟ فهمت؟ عمر بن الخطاب حديث سهل بن سعد في الصحيحين قال كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس وعنده نسوة من قريش عالية أصواتهن، قال فاستأذن عمر فابتدرن الحجاب طوالي رجعا، قال فلما دخل عمر رضي الله عنه ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال أو قال أضحك الله سنك ما يضحكك، قال العلماء والمراد به لازم وهو السرور. المهم قال تعجبت لهؤلاء النسوة اللائي يكلمنني عالية أصواتهن، فلما استأذنت ابتدرن الحجاب. فقال عمر أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا إنك أشد وأغلظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب، كلمة بتاع التعجب بيقولوها للرجال، ما زي بصلع ما شد حيله جابوه المرة الفاتت، تعال خش بعدين شعبي ده، أي شعبي تعال خش ما راجل هاي تعال خش بعدين، فهمت؟ قال إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه. شيطان لما يشوف عمر بن الخطاب بلاوز وبزح. ابن مسعود قال لهم لقي جني إنسيا فتصارعا فصرع الإنسي الجني، قال ثم صرع الإنسي الجني ثم صرع الإنسي الجني، فقيل لابن مسعود أهو عمر؟ قال ومن عسى أن يكون غير عمر. وذات الشعب البليد ما بيشوف إلا صحابة زي ديل، تزول متخلف ولا شنو؟ وده أبو جهل ما بلاقيه، عمر بن الخطاب أبو جهل ما بلاقيه، كان أبو جهل ده بالنسبة لعمر بن الخطاب كان من أولاد ميكي زي كده، ما بتجي خاش، فهمت؟ تجي أنت يا وسخ يا سافل تجي تقول عمر بن الخطاب كان علاقته بالنساء، من رضي الله عنه راجل مالي مركزه، بيخافوا منه الروم، فهمت؟ وبيفروا منه من بعيد، تجي تتكلم انت عن صحابي جليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب قال يقول لك ابو هريره ابو هريره ابو هريره، قال يا اخ ابو هريره ده قعد مع الرسول سنه ونص، ده ما معقول، قال وقعد يضحك. اول حاجه الشعب ده فوق انه طلع خايب وما عنده معلومات تاريخيه، فهمت؟ الزول ده بليد. هل ابو هريره قعد مع النبي عليه الصلاة والسلام سنة ونص؟ أبو هريرة جاء في فتح خيبر، فتح خيبر كانت سنة كم يا شعبي؟ شعبين اختبروا، فتح خيبر كانت سنة كم من الهجرة النبوية؟ ولا كانت قبل الميلاد؟ ولا كانت قبل البعثة؟ كده ورونا، كنت تجيبوا لنا حاجات جديدة. وكيف عرفت يا أنت اللي بتقول يا شعبي اللي بتقول ما في سنة، عرفت كيف أنه أبو هريرة قعد سنة ونص؟ ذاته ما كان في أبو هريرة، ها رأيك شنو؟ عرفت كيف؟ هل جاء في القرآن إن أبو هريرة قعد سنة ونص إلا تقول ليلة بالتاريخ؟ أها أنت ما قلت سنة ماف يا شعبي يا بليد يا ما بتفهم. وبعدين الفرصة مفتوحة لأي شعبي، أي شعبي تختبر وتجيب الجواكيم الكبار، ولو داير لو ما عندك حق الترحيل أنا بديك العربية أخواننا دي لسه بيمشي نرفعهم لك ورا في الصندوق ونجي نكشحهم هنا، فهمت؟ والله إن ناظرك في أي حاجة، في أي شيء ناظرك، فهمت؟ نديك العربيه نمشي تجيبه، امشي جيب السنوسي، ما بيقدر يجي شيخ كبير ودينا له، تمشوا يا شباب ولا ما بتمشوا؟ نمشي له في اي محله، جيب السنوسي بتاعك، جيب علي الحاج بتاعك، جيب مين عبد الرازق بتاعك، جيب ابو صلعه ده ذاته جيبه، ولا نمشي له، ولا اي حاجه اي فهم دايره نحن معاك. مش انت قلت نحن عقولنا متخلف ورجعي ولا يتواكب؟ تعال جيب
قال عقلك الماكينة التزامنية ده سايكرونس ماشين ده جيبه لي هنا، جيبه جيبه عقلك ده فهمت؟ عشان تعرف انه ده الناس فشلة، ناس فشلة وناس حسدة وناس عبارة عن بوق من الشيعة. في سماعة من إيران قاعدة هنا في السودان، سماعة الخميني هناك وخامئني والكلاب بتاعينهم يتكلموا من هناك وديل يوصلوها هنا، عبارة عن سماعات للشيعة وناس مجارمة تتكلم. يا زول يا اخواننا زول اسالك الله، انا لو بتاع بنجويا بتكلم في الصحابه؟ لو بتاع بنجويا والله انا بس في، لانه في عبارات ما بتليق. بتلقى في ناس مساطيل بيتكلموا عن الصحابه يقول لك يا زول عمر بن الخطاب ده كان اصلي للدين، وطبعا عبارة دي غلط. لكن عشان تعرف انه المسطول في الشعب السوداني ما بيقضح في الصحابه، وعارف مكانه الصحابه. فهمت؟ تجي انت يا سافل يا شعبي بعدين تعال خش شغل ده حار شديد، تعال خش هنا. طيب قال يقول لك ابو هريره، اول حاجه ابو هريره قعد 4 سنوات مع النبي عليه الصلاه والسلام، وشبهه وذات الود ما جابه كويس. قال دكتور قال ما جابه شبهه كويس، الشبهه انه كيف ابو هريره مع المده البسيطه دي يروي الكثير من الاحاديث التي ما رواها غيره من الصحابه ممن هو اقدم منه اسلاما. العلماء قالوا لاسباب، منها الذين لزموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كامثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، انشغلوا بأمور الخلافة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عاش أكثر من هؤلاء الصحابة الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمرة ثلاثة، أبو هريرة رضي الله عنه رد على الشبهة دي في البخاري وفي مسند أحمد وفي غيره. قال يقولون أكثر أبو هريرة، أي من الحديث، قال والله الموعد، الله الموعد. وإنت إذا بقيت مشكلتك مع الكيزان، مع الكيزان تلقى الشعبي ونحن ودقونا وعوقونا ويكوري. كيف لما تكون مشكلتك يوم القيامة مع أبو هريرة رضي الله عنه؟ وقد جاء في السير للإمام الذهبي في ترجمة أبو هريرة رضي الله عنه، في واحد من الأحناف في مسألة من المسائل جابوا له حديث أبي هريرة في مسألة المصرة، مصرة دي البهيمة الزول دار يبيع البقرة بتاعته، بيحبس اللبن بتاعه عشان ضرعه يبقى كبير، عشان يقولوا دي بقرة بتحلب عشان الناس يشتروها بثمن غالي، صح ولا ما صح؟ ده حاصل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال لك أنت إذا زول عرض لك بالطريقة دي تقوم تعمل شنو؟ تقوم تشتريها وتخليها معاك كم يوم وتحلبها، بعد ذاك اذا داير اشتريها، اذا ما داير رجعه معاه صاع من تمر. فهمت؟ ده حديث ابو هريره. فالحنفي جابوا له الحديث ده، قال ابو هريره عندنا غير مقبول، غير مقبول الحديث، او قال غير ثقه. قال فسقط عليه حيه من سقف المسجد، من سقف المسجد. قال فهرب، فقال له الناس توب توب، قال تبت فاختفت الحيه. تتكلم انت في صحابه رضي الله عنهم، عرفت؟ ابو هريره قال يقولون اكثر ابو هريره والله الموعد. قال وان اخواني من الانصار كان يشغلهم الصفق بالاسواق، كان يشغلهم الزرع، واخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق. ديل تجار، ديل عندهم زراعه، فكان الانصار ينوب يوما والمهاجر ينوب يوم. عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين واحد من الأنصار، كان وداورد البخاري في باب التناوب في العلم، كان يوم عمر بن الخطاب بيمشي الشغل والأنصار يمشي يقعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم كله، لما يجي راجع يقول له يا أخي الرسول قال كيت وكيت وكيت. اليوم الثاني يمشي عمر رضي الله عنه والأنصار يمشي يشتغل وهكذا. قال وأنا كنت امرئا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، يعني ما كان عندي تجارة معينة. وديل أهل الصفة اللي كانوا موجودين في مكان زي الراكوبة في آخر المسجد النبوي، يأوي إليها من ليس عنده مأوى ممن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت؟ بعد ذاك قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوما فقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي لا ينسى أبدا، قال فبسطت ثوبا ليس علي غيره، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته
ضممت ثوبي إلى صدري قال فما نسيت شيئا. عشان كده الإمام الذهبي قال كان أحفظ الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه. بعدين البليد الشعبي ده بيتعجب كيف أبو هريرة يحفظ، أبو هريرة يحفظ الكم الهائل من الأحاديث دي كيف؟ إحنا بنعرف ناس بيحفظوها وبيحفظوها لك باليمين ولا الشمال، وبيحفظوا لك أحاديث من مرة واحدة. إذا كان العرب بيحفظوا الغزل وصف الخمر ها ونشربها فتجعلنا ملوكا، فهمت؟ ويحفظوا وصف الأسد وقصيدة كاملة في وصف النساء، ومكر مفر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، وغيره من المعلقات والكلام العجيب. بعد ده كانوا بيحفظوه. ألا يحفظ أبو هريرة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها احنا بنعرف ناس هنا بيحفظوا، ناس حفظوا القرآن في شهرين من اخواننا، وناس بيحفظوا البخاري ومسلم. أسي لو داير تسمع في اخواننا بسمعوا لك يا شعبي، لكن انت الترابي خلاك تحفظ حاجه لانه افتليك انه تصافح المراه وتقعد معاه وتحاكيها عن نفسك وتحاكيك عن نفسها، ولا باس اذا تلاقت الانفاس واذا وجدتما شيئا فلتفترغا. وبعد ده بيفترغاه تاني بيفترغاهم. انت بمعاصيك دي تاني ما بتحفظ حاجه ليه؟ من المجار مدين. بس خلينا نرد على الشبهه دي سريع كده وعداك نجوم. طيب قال تاني من ضمن الكلام اللي قاله، قال سيدنا معاويه نجر حديث قال انا من قريش. قال عشان يثبت نفسه. شوف عليك الله الكلب ده كلب، عرفته؟ صحابي جليل ينجر حديث، صحابي زي معاويه رضي الله عنه ينجر حديث، ربنا ائتمنوا على كتابه الوحي ينجر حديث. ها يا اخي عليك الله شوف الكلام ده كيف. اما حديث الائمه من قريش، الائمه من قريش الحديث ده اول حاجه رواه ناس ذات ما من قريش، من الرواد بتاعنه سعد ابن عباده من الانصار. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل الى الرفيق الاعلى ومشى الناس الى سقيفه بني ساعده، وقال الانصار اي من اسلم حديثا منا امير ومنكم امير، جاء ابو بكر وعمر وابو عبيده الى السقيفه، سقيفه يعني زي عريش كده بيقعدوا فوقه، بني ساعده ديل من الانصار، فقالوا منا امير ومنكم امير. فقال ابو بكر لسعد بن عباده رئيس الانصار قال اولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سعد وانت قاعد الائمه في قريش ما بقي منهم اثنان؟ قال بلى، فبايعوا ابو بكر طوالي. تقال زيك سعد بن عباده اصلا ما من قريش، من رواه الحديث ابو هريره ذات ما من قريش، من دوس ان شاء الله يدوس الجندراني فرملت مجليه، فهمت؟ وغيره من الصحابه الما كانوا هم اصلا من قريش رووا هذا الحديث. فما يضير معاوية رضي الله عنه أن روى هذا الحديث، لكن يا أخواننا ده شغل الشيعة. عشان كده العلماء قالوا معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أزاح الستر وقع وولد ودخل، عرفته؟ فده الناس كذابين وناس مجرمين، وفوق ده كله زول جاهل يقول لك نجر الحديث وما نجر. سعد بن عبادة رضي الله عنه روى الحديث وغيره من الصحابة، بل جاء هذا الحديث من رواية أكثر من عشرة من جاء أكثر من عشرة من الصحابة، وجاء برواية العشرة المبشرين بالجنة الحديث ده. لكن انت بتقبل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طيب قال نزول المسيح وعذاب القبر دي قضايا فرعية، قال قضايا فرعية دي من العقيدة. ربنا قال وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. بالله لو شغل وين محمد خالد وينهم؟ شغل المقطع بتاع الترابي بيتكلم فيه عن عذاب القبر لو موجود، نوريك بالصوت والصورة. ما موجود؟ طيب الترابي يتكلم عن عذاب القبر وقال
هو قاعد في النت لكن بس أخوان عظيم ما نزله. قال يقول لك زول بيعذبوه في القبر. قال ها قال يا أخوان الإنسان ده مكون من موية 60% موية ها، والروح قال بتصعد لأعلى والناس بيشيلوا البودي. قال ها، وقال أمريكا بتحرق والهندي بتحرق، ولو بتحرق شنو يعني؟ الانسان للقبر، روح الانسان بتنتسب تخرج منه، بناخذ البولي من الجسد، الجسد ده ما بيعاقبه، يوم القيامه ما بيعاقبه الجسد، اذا نضجت الجلود في النار بيبدل الجلود، دي مويه يا اخوان 60% مويه، الباقي بتعرف فين نزلوا الاطباء يا اخوان، وخدتها يجوا القبر قالوا جاتوا الملائكه كده، وتجي الملائكه ضربوا خط، هو الملائكه معمولهم يا اخي محكمه كبيره كده يجيبوا المحكمه يعني يحاكموا الراجل ده يعني الدين عندنا ما كده. ما طيب عرفتها، سمعت الكلام؟ طيب خلاصة الكلام ده معناه شنو؟ معناه لو يتحرك الزول ده، لو يتحرك او لو هو 60% موية هيتحلل صح؟ معناه بروح على الله، ولا الكلام معناته كيف؟ مش هو ده الكلام؟ ده كلامه معناه كده، خلاصته كده. طيب هل ده ربنا سبحانه وتعالى ما بيقدر يرجع ويعذبه؟ الكلام ده نفس كلام المشركين الأوائل. ربنا قال في سورة ياسين أو آخر السورة: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ربنا قال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن كيف يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله كم 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ربنا قال: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قلتم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم شنو؟ ثم بعثناكم من بعد شنو؟ موتكم لعلكم تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى قال دي آيات يا ترابي توديها وين؟ الآيات دي توديها وين الشعبين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وش هم قالوا ناس عقل؟ لو انت بتعقل دي أمثال ربنا ضرب لك. ربنا سبحانه وتعالى قال عن أصحاب الكهف: ولبثوا في كهفهم كم 300 سنين وازدادوا 9 دي كل أمثال لكن اللي بيفهموا منه عشان تعرف انه يا اخواننا الترابي ده زول ملحد. الترابي ده زول ملحد، يعني زول لو حرقناه وبقى بضي وبقى مويه ده تاني ما بيتعذب. ده تاني ما بيتعذب. اول حاجه ربنا قال لك ده بيتعذب. ها؟ وبيتنعم لو استحق النعيم. عرفتها؟ ده كله بيحصل له. والنبي عليه الصلاه والسلام حديث الصحيحين، حديث ابي هريره، قال: رجل لم يعمل خيرا قط جمع اولاده لما دار يموت. قال لهم: إذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني وانتظروا بي يوما ذا ريح شديد فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. قال: ففعلوا به وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. لما عملوا كده ربنا سبحانه وتعالى قال له: كن فكان. أهرأيك شنو يا الترابي؟ وهؤلاء الشرذمة القليلون شياطين الـ13 شعبين ديل رأيكم شنو؟ فقال له: عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، أو قال: خشيتك. قال: فغفر الله له. عرفتها؟ فده ربنا سبحانه وتعالى ما قادر يعيده. ابن الجوزي قال:
قال الصايغ لو دار يجمع برات الذهب بيجيب لها الزئبق، أفلا يستطيع العليم القدير أن يجمع الإنسان بعد أن تفرق في التراب؟ ربما ما يقدر يمرقه، ده شغل بتاع الحق، شغل بتاع الحق وإجرام. بعدين قال ما يعمل له محكمة، يعني يعمل له محكمة، هو يعمل محكمة وربنا حكم، الحكم العدل حكم. ها مرة وقال بيقولوا لك القاعد يقول دمني يا أخوانا، نحن قلنا لكم يا شباب، نحن جينا يوم قلنا لكم الزول بيعذبوه في القبر أو بنعمه، نحن جينا يوم قلنا لكم في عذاب قبر ونعم قبر، نحن ما قلنا، قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال يقول لك مما الإنسان يدخله في قبره، قال بيجيه خط، وانت خايف مالك الترابي، خايف من الخط مالك، انت سويت شنو؟ عملت شنو خايف من الخط؟ لكن بيعذب الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع على نعيم القبر وعذابه الأمة، وجاءت بذلك الآيات والأحاديث. من الآيات ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال ولو ترى، مش قال السنة ما بيؤمنوا بها؟ طيب الغرار رأيكم شنو؟ والله الليلة يا تكفروا يا ترجعوا للدين ده عديل، يا تكفروا التب وتوروا عشان المسلمين ديل يحذروكم، ولا تجوا مسلمين عديل كده. ربنا قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، هنا يا شعبين لو بتفهموا الذين كفروا دي واقع في محل المفعولية، ها الملائكة فاعل. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ها بيحصل شنو؟ يضربون، ده حال، يضربون وجوههم. ها الضرب ده، الضرب ده نعيم قطعت جيبه وين ال... طبعا في حاجات جديدة يا شعب، لو داير في بالدين، ها توحيد من الدين، لو داير تقدم داخل الدين. بس يا شعب الصوت ده مالك من وين؟ صوت مقطع في راسك انت. ربنا قال ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، شغل جاهز كله الليلة ده، والله والله دك جاهزين لك اي حاجة. لا لا خلوهم ثبتوا لي، الله بعيننا، احنا بندافع عن اولياء الله الصحابة، الله بعيننا، شغل ده بيدور، وده كله لو انقطع ان شاء الله صوتي ده بيسمع بعيد باذن الله، فهمت؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ربنا قال في سورة الأعراف، قال ومن أظلم، فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. والآية دي مع إنها فيها رد على الشعبيين برضو فيها رد على الصوفية، البناد يا كباش الغوم ويا واتحسون من المدفونة ويا بشرى راجل مرة، فهمت؟ ويا بقبة اللبنية اكتب لي حجاب من راسلة كرعية، فيه رد على ديل أهل الشرك ديل، وفيه رد على الشعبيين. ربنا بعذبه، تنادي غير الله ربنا بعذبك في القبر، ومما تجي مارق روحك. ربنا قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ربنا قال فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي من العذاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. طوال الآية بعدها ربنا سبحانه وتعالى قال قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا لا تفتح لهم واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. آية ثانية من سورة الأنعام، والآيات دي غالبة مكية، تعالج الآيات المكية كما درس الناس في الصف الأول الثانوي المشاكل، مشاكل ناس قريش في الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ونحن نحتاج هذه الآيات في كل زمان ومكان، وخاصة في معالجة إيمان هؤلاء الشعبين، فهمت؟
ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم بظر في زمان لما بتمرق روحك هذا يوم القيامة يا كذاب يا تراري ها اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وغير من الآيات آيات كثيرة جدا نديك من الأحاديث سنة متواترة نبي عليه الصلاة والسلام حديث ذكره لك قبل أخونا مجتبى لما الإنسان يصلي بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية بيتعوذ بالله من أربع منها من عذاب النار ومن عذاب شنو؟ من عذاب القبر عرفت؟ حديث ثاني أيوب الأنصاري لما كان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وقد وجبت الشمس وجبت معناها شنو يا شعبين؟ وجبت الشمس معناها شنو؟ بتعرفوها؟ ما بتعرفوها وجبت معناها سقطت الشمس وكادت أن تغرب قال فسمعوا صوتا شديدا أو عظيما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها وجاءت امرأة من اليهود إلى عائشة رضي الله عنها تسألها شيئا فأحسنت إليها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فلم تجد شيئا من المعروف تجازيها به فقالت وقاك الله من عذاب القبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إن عذاب القبر حق عرفت والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة ابن جندب الطويل قال فأتاني آتيان فأتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة إلى رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فلا يأخذه ويرجع إلى صاحبه حتى يصح رأسه كما كان فيفعل به مثل ما فعل بالمرة الأولى قلت سبحان الله ما هذان قال لي انطلق فأتينا على آخر مستلق وإذا آخر قائم عليه بكلوب وإذا هو يشرشر شدقه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الشق الآخر فيصنع به ما فعل بالشق الأول فلا يرجع إلى ذلك الشق حتى يصح كما كان فقلت سبحان الله ما هذان فقال لي انطلق فأتينا على مثل بناء التنور وإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فإذا فيه رجال ونساء عرات قال وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا جاءهم ذلك اللهب ضوضوا قال قلت سبحان الله ما هؤلاء قال لانطلق قال فانطلق قال وإذا رجل يسبح في بحر أحمر مثل الدم وإذا آخر عند شط النهر قد جمع عنده من الحجارة وإذا ذاك السابح يسبح ما شاء الله أن يسبح ثم يأتي فيفغر فاه لذاك الذي جمع عنده الحجارة قال فيلقمه من الحجارة فيعود يسبح ثم يعود إليه فيلقمه الحجارة وحديث طويل قال قلت سبحان الله ما هؤلاء في نهاية القصة الأول ده قال رجل آتاه الله القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة والثاني الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق وديل الزنات والزواني يفعل بهم في نار جهنم والرابع دزول البياكل الربا أحاديث كثيرة يا شعبي لكن أنت ما قعدت للتراب أنت ما قعدت في التراب عشان تتعلم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مش كده بل أنت ذاتك يا شعبي ما مقتنع بالرسول لأنه قال يقول لك أبو بكر في الجنة والعشرة في الجنة قال هو الرسول ما بيعلم الغيب هم ذاته قال ده الشعبي هم نه عشان كده ما ممكن يؤمن بحاجات زي دي فهمت؟ وغير من الأدلة الكثيرة طيب من الكلام اللي قالوا قال السلفيين اختلفوا في تعريف الصحابي في ناس قالوا الشاف ساي والله ديل مش السلفيين والله ديل أبلد الخلق ما ممكن يصل لمرحلة زي دي لأنه النبي صلى الله عليه وسلم شافوه
شافوه منو؟ شافوه المشركين والكفار واليهود والنصارى، شافوه ولا ما شافوه؟ هل واحد من السلفيين قال صحابة؟ طبعا انت ذاته الزول يا اخواننا في النقد لما يكذب على الزول ويقول حاجة عشان المجتمع يعتبر انه الزول ده بليد، وبعد ذاك تجي ترد عليه، معناه انت خايف منه، ما قادر على منهج الحق، معناه انت خايف، لانه لو لاقاك منهج الحق بيكسرك. ها، عشان كده من عدل اهل السنه والجماعه السلفيون انهم لا ينسبون الى احد من الناس وان خالفهم قولا لم يقل به، لانه انت يا شعب شبهاتك باطل، الله ندوس عليك ونمسح عليك مسح لما راسك يتكيف ذاته، ما عندك حاجه انت، عشان نجي نكذب عليك ونقول لك. الناس اللي قالوا الزول لو شفته بتبقى من اصحابه ديل الصوفيه، ديل السمانيه، قالوا شاف الشيخ، مش شاف الشيخ، الشاف الشاف الشيخ، مش الشاف الشاف الشيخ، الشاف 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 الشيخ، مش الشاف 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 الشيخ، لا، الشاف الكحل، الشاف 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 الشيخ، الى سبعه لم تاكله نار. نحن سلفيين ما بنقول كلام زي ده، الله يهديك، ما بنقول. ربنا قال تبت يد ابي لهب وتب. ابو لهب ده بيبقى ليه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ قال له عمه. ابو طالب مات كافرا، والرسول عليه الصلاه والسلام شافه في اخر لحظاته، لانه جاء عند مرض الموت، والحديث حديث المسيب ابن حزن، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في مرض الموت وعنده عبد الله ابن ابي اميه وابو جهل، ويقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه او كلمه احاج لك بها عند الله، وهو يقول هو على مله عبد المطلب، حتى نزل قوله تعالى انك لا تهدي من احباب، وقوله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. احنا ما بنقول كلام زي ده يا اخي، ما بنقول ده، بقولوا الختميه. ها، وبقولوا البرعي في كتاب رياض الجنه ونور الدجنه قال شفت زيارته حجه ورؤياه عيد، في كتاب رياض الجنه ونور الدجنه قال الشيخ تشوفه دي زيارته دي حجه وشفت الشيخ ده عيد. ما في سلف بيقول كلام زي ده. اما التعريف الذي يعرفه اهل السنه والجماعه ما نقله العلامه ابن حجر في كتابه الاصابه في تمييز الصحابه، قال وهو من لقي، بعدين ذاته الزول ده بليد وما قاري حاجه، لانه الصحابه يا اخواننا مش الشاف، في صحابة ما كان بيشوفه، كان عندهم عمى، زي عبد الله ابن أم مكتوم، مش؟ وزي منو تاني؟ زي غيره من الصحابة ما كان بيشوف. ها؟ ربنا ابتلاه بالعمى، هذا ما يعتبر صحابي؟ أنت قال إنها تجانية ولا شنو؟ التجانية يقول لك لابد تشوف القمر عشان تصوم رمضان. طيب لو أنا عميان، أها كيف؟ كويس؟ عشان كده ابن حجر قال لك التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. ده تعريف الصحابي، لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على ذلك. لكن إنسان شاف النبي صلى الله عليه وسلم وما آمن به، يا أخي في ناس مش شافوا بس، ناس قالوا ده الرسول ذاته وده الحق، وكان ناس عبد الله بن ابي بن سلول، وديل الشعبيين بتاعنا الزمن ذاك، ناس عبد الله بن ابي بن سلول، عرفتها؟ كلهم قاعدين جبهه ديمقراطيه، ناس ابو جهل، فهمتها؟ وبعثيين، ناس عقبه بن ابي معيط، والمنافقين، ناس الشعبيين ديل، كلهم كانوا قاعدين، عرفتها؟ فده عبد الله بن ابي بن سلول كان بيقول، ربنا قال عنه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. شوف أكد الجملة دي كيف جاب بإن التقيلة كمان، وجاب لها اللام بتاعت الغسم، إنك لرسول الله. ربنا قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كذابين، عرفتها؟ فده ما بقول واحد. فأما الصحابة فالعلماء اعتنوا بتراجمهم وميزوهم، وعارفين اي صحابي اسلم بتين ومات بتين وزوجاته منه وشال منه العلم منه باتندس. تعرف لو قريت كتاب سير اعلام النبلاء فيه اتندس،
اتندز عديد. يعني مثلا بيقول لك مش الصحابه حتى الائمه من النبي صلى الله عليه وسلم لغايه الائمه بيقول لك الامام مالك اخذ العلم عن فلان وفلان 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 وفي النهايه بيقول لك اخذ منه فلان وفلان وفلان وحفظ القران وعمره كذا وولد سنه كذا وبدا تلقي العلم وعمره كذا ولقي باليمن فلان وفلان وفلان وبالحجاز فلان وفلان وفلان. ها العلماء اعتنوا بسير الصحابه كتب زي كتاب ابن الاثير اسد الغابه في معرفه الصحابه وكتاب ابن عبد البر وغيره من العلماء الذين اعتنوا بتراجم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فده زول غريب ذاته زول كذاب من الدرجه الاولى ومن الطراز الممتاز عرفته. طيب والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. قال الشيعه والصوفيه والسلفيين كلهم عقولهم عقول سلفي قال. طيب السلف معناه شنو يا ترابيلي ويا الشفات المعاك؟ السلف معناه من مضى. شوف انت في حاجات ما بتتغير، هو قال في حاجات بتتغير قال. ها؟ قالوا عندهم حاجات ما ثابته. في حاجات ما بتتغير يا اخي. كلمة السلف، السلف دي كلمة زي ما قال في مختار الصحاح، قال هو السلف من تبعك من آبائك وأجدادك. وقد يكون هذا السلف صالحا كالصحابة والأنبياء والرسل والمؤمنين، وقد يكون طالحا زي فرعون. ربنا قال فجعلناهم سلفا ومثلا لمنه للآخرين. سلفا ديل منو ربنا جعلهم سلف؟ ديل ناس فرعون. معناها في سلف شنو يا اخواننا؟ سلف سيء. لكن السلف نحن بنسميهم السلف منه الصالح، وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم خير الناس، وفي روايه خيركم قرني، ديل افضل البشر، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. عرفتها؟ ديل افضل البشر السلف، افضل وفاقونا في كل علم وفي كل عقل وفي كل خير ديني ودنيوي، فرأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا بالنتائج ولا وجه للمقارنة. السلف اللي بيطعنوا فوقهم الشعبيين والشيعة وهما أخوان أرضعا بلباني، سلفنا ديل كونوا دول وحكموا العالم وفتحوا البلاد ونشروا الإسلام وعلموا العلم. ماذا كانت نتيجة الترابي؟ نتيجة شنو؟ ونتيجة الأخوان المسلمين تقطيع المسلمين وتشريدهم وزرع الأحقاد بين المسلمين. مشكلة دارفور دي قوامة منه؟ قوامة الترابي، الكتاب الأسود ومسألة العرب والزرقة، الكلام ده القوام منه؟ ده قوام الترابي. ها؟ المذاهب بتاعت الشيعة دخل السودان منه؟ دخل الترابي. الطلبة اللي كان بيودوهم من هنا يقريهم في إيران منه؟ الترابي. اللي كانوا دارين يفرقوا مصر ويبيعوا 40% منها لأوباما مقابل 8 مليار دولار دفع عليهم 40% من سيناء حتى يدخل فيها الفلسطينيون، حتى قام الكونغرس الأمريكي بمحاسبة أوباما على هذه الأموال التي ليست لها نتيجة. من فعل ذلك؟ فعلها الإخوان المسلمون. من الذي فرق بلاد ليبيا مما كانت بلد متطور وكانت بلد فيها من الاستقرار وفيها من راحة البال وفيها من الأمن على الأنفس وفيها من التجارات والناس يعيشون؟ وإن كان القذافي قيل فيه ما قيل، وإن كان قيل ما فيه ما قيل، ما طوالي بتطلع سيف وتمرق. الوصل لبلد مديونة، بلد منهوبة الثروات، بلد غير آمنة وغير مطمئنة، بلد مقطعة، بلد الآن لا فيها تعليم ولا فيها صحة ولا فيها أي حاجة. السبب كان منه؟
كان انت يا اخويا مسلم. ها الصحابة فتحوا الدول، ادخلوا الناس في الاسلام في دين الله افواجا. لو الصحابة كانوا دارين دنيا، الدنيا دي كان بيديهم لحد ما عندهم، ما كانوا دارينها يا اخي. عثمان بن عفان رضي الله عنه في مجاعة عصابة المسلمين، تجي الغافلة بتاعته ويستقبلوها تجار المدينة، يقولوا لعثمان لما سمعوا غافلته جاية، وعارفين عثمان رضي الله عنه في التجارة شاطر، في التجارة شاطر، التراب نتيجته ولاداته الربام ذاته الدوش اللوت في رمضان 2000، نتيجتك الفاشلة الفارغة. عثمان رضي الله عنه جاء التجار قالوا له دارين نشتري الغافلة بتاعتك التجارة دي، قال لهم تشتروها بكم؟ قالوا بنشتريها بالضعف، بنشتريها بالضعف. قال لهم أنا وجدت من أعطاني أكثر من ذلك. قالوا له خلاص بالضعفين. قال لهم وجدت من أعطاني أكثر من ذلك بالثلاث أضعاف، وجدت من أعطاني أكثر من ذلك بالأربع أضعاف، وجدت من أعطاني أكثر من ذلك. قالوا له يا عثمان نحن تجار المدينة ولا أكثر من ذلك. قال يقول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ربنا قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل شنو؟ حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قام شال الغافلة كلها فرق على المسلمين لأنه عندهم مجاعات. تجي تطعن فوقه أنت يا شعبي، ها تطعن أنت في الصحابة. أما السلف المقصود به ويقول لك السلف يلغوا العقل، نحن المقصود يا أخواننا في الدين وفي العبادة والعقيدة نحن نكون مع الصحابة. لا النادي غير الله، لا غير الله بنزل المطر، لا بيعلم الغيب، لا بدي الجنة زي الطرق الصوفية وزي الشيعة وزي ولادات المؤتمر الشعبي ذاته، فهمت؟ ما بتلقى دي العقيدة الصحيحة. الصحابة تجلهم وتعظمهم كويس، تؤمن بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله على ما أراده الله وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السلفيين ما قالوا لك ما تقرأ هندسة، ولا قالوا لك ما تطلع القمر، ولا قالوا لك ما تسلح سلاح نووي، ولا قالوا لك ما تتقدم في الطب، ولا قالوا لك ما تصنع طيارات، ولا قالوا لك ما تتزوج أحسن النساء، ولا قالوا لك ما تمتلك أعظم الأموال، ولا قالوا لك ما تتعامل تعاملات الدنيا. ما قالوا لك حصل، قالوا لك هسي المايك ده لما انقطع، المايك القطع ده جايبينه من السعودية دولة سلفية، مالهم ما قاموا قالوا هذا المايك كافر. انت يا الشعب المتقدم مايكك وينه؟ نظارة وتلقاه مكسورة ذاته، ما عنده أي فهم، معليش يعني الشغلة ما موضوع يعني فخري على الناس، لكن ما في يا اخواننا ما في علاقة بين كون الإنسان يكون تقي لربه، وكون الإنسان يصرف عبادته لله، وكون الإنسان معتز بدينه ورافع راسه بدينه، ما في تعارض بين ذلك وبين أن يقرأ العلم الأكاديمي. وإلا شوف كثير من أخواننا ديل قاعدين يقروا معاك هنا ولا ما قاعدين يقروا معاك. حصل واحد من أخواننا جاء خاش البوابة، البوابة قالت له تزوج سلفي وشنكلته ورمته، حصل واحد من أخواننا في من السلفيين الامتحان عصره شديد، قال له أستاذ أصله الكوساين ده كافر شيل الورقة من قدامي، حصل فدي دار يصور لك إنه نازل تخلف. حصل يوم شلت لك لابتوب ولا ركبت لك في طيارة نفاثة ولا أي حاجة، الطيارة قالت لك أود الحلال، هو اتجاه من هنا أنزل تحت، حصل. لكن يا اخواننا ديل دارين ما مشكلتهم مع السلفين، ديل مشكلتهم مع الدين، مشكلتهم مع كتاب الله ومع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب في نقطة نذكرها، لكن قبل ما نذكرها نفتح الفرصة للحوار والنقاش، فرصة مفتوحة. شعبيين أنتم المرادون بهذا المنبر، وين الشعبيين؟ طيب بدأ يشكك في الإيمان، قال أي حاجة في الوجود ده ظنية، حتى الإيمان بالله قال ده شي ظن. قال ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، قال يظنون، حتى لو وصل ظن اليقين ما ظن يا أخواننا، ما ظن، ظن يا أخواننا دقيقة. طبيعي أنا بقول رأي بنختلف، شكله الشباب قاموا أنكروا عليه وبقى يتردد، قال ما ظن، وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. طبعا الآية دي الشعبي ما بليد، ما بيفهم لغة العرب،
دي من ألفاظ التضاد، من ألفاظ شنو؟ التضاد. نفس الآية دي ربنا قال وأما من فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني شنو ظننت أني ملاق حسابي. لو هو الظن هنا بمعنى الشك، الظن بمعنى الشك، كان بده كتابه بيمينه. لو الظن بمعنى الشك ربنا بديه كتابه بيمينه، لكن ده بليد ما بيفهم لغة القرآن. دي تسمى من ألفاظ التضاد، يطلق البيع على الشراء ويطلق البيع على البيع وهكذا، عرفتها؟ فدي من ألفاظ الألفاظ اللي بتستعمل في موضعين، لكن الشعب زول بليد ما بيفهم. ها؟ وقال الإيمان بالله، قال أمر ظني، قال ما أمر قطعي. وطيب يعني معناه النبي صلى الله عليه وسلم كاتل الكفار ديل في أمر ظني، يعني في أمر ظني. شوف الاتهام للرسالة دي كيف ياخذها، مش أمر قطعي. ربنا سبحانه وتعالى قال وفي الأرض آيات، آيات لشنو؟ آيات على شنو؟ ربنا قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ربنا سبحانه وتعالى قال ألم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أولم يروا، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. لكن دي الناس غريبين جدا. أنا بس عندي كلمة واحدة وبعد ذاك أفتح الفرص، والنقاط كثيرة موجودة، النقاط كثيرة جدا موجودة. طيب من التنظير اللي قالوا تنظير غريب جدا. طيب قال انه الناس يستفيد من التاريخ ومن التجارب، قال من الاشكالات ده اجابوه الشعبين، انا ما اعرف ده جايبينه من وين ذاته. قال انه الناس ما نظرت لتجربة اليهود، الناس بتعتبر انه اليهود ديل ملعونين وخلاص، وليه ذكروا بكثافة؟ ولاحظ انه اليهود كانوا مصطفين، يعني ربنا اصطفاهم. قال بس مش لأنهم ملعونين بس، أزول ده بدافع عن اليهود. ها؟ قال بس نظرت المسلمين لليهود إنه اليهود ديل ناس ملعونين بس، وما أصلوا ملعونين، ما ملعونين. ها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كفر وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وجنوه. أها الناس بيؤمنوا بالقرآن، بيؤمنوا بالقرآن. ربنا قال لعنوا الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ما ملعونين. ربنا قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. دي الناس ملاعين، دار تجي أنت تدافع عنهم وإنت يومي 17 مرة في اليوم على الأقل في الصلاة لما تصلي لو الشعبين بيصلوا، أنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم ديل منه؟ ديل اليهود. والضالين منه؟ النصارى. ويدخل في ذلك من ضل من العلماء في اليهود ومن ضل من العباد من هذه الأمة في النصارى. عرفتها؟ فرصة مفتوحة للمداخلات. رأيكم شنو يا شعبيين؟ تعالوا خش نقسم معاكم المنبر ده 5 دقائق 5 دقائق للمغرب، فرصة مفتوحة. تعالوا وين انتم؟ والله ما في لكم طريقة تجروا. ها جري ما في، عرفتها؟ وإذا في زول حافظ له رقم واحد خليه يدق له قول له تعال يا أخ تعال اتكلم. قاعدين؟ هسي قاعدين؟ تعال خش. ما شايل أي حاجة والله، ما شايل، والله ما شايل حديد، ما شاليش. ها متكيفين مش انت كلمتهم؟ جزاك الله خير اغمت الحجه، عرفتها؟ بعد ده ينزل فيهم قول الله عز وجل والذين كفروا عما انذروا معرضون. تقال كونك تزوغ بتخليك تعال خش ناقش، تعال خش يا اخي. انا اقول لكم حاجه، ادونا زمن بتناقشونا بتين، ادونا ناس العقل السلفي، ذلك العقل المتخلف المتحجر الانكفائي الجاي من كتاب تاريخ
الناس اللي بيتكلموا لك عن ازمنه وحقبه تاريخيه انتهت في زمنها، ونحن ابناء اليوم، ولنا زماننا، ولنا مكانتنا، ولنا ثقافاتنا، ولنا تفاعلاتنا مع المجتمع ومع الثقافة ومع الدين ومع اللغة ومع السلفيين ذاتهم. فرصة مفتوحة للنقاش، تعال خشوا، ما واحد فيكم ينبسق ساكت ما في، تعال انبسق، فرصة مفتوحة للانبساق، تعال خش. عيب والله، عيب 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 عيب. جايب لكم واحد حبوبة كبيرة لما يتكلم لما الغبار يمرق من خشمه، فهمت؟ وما حافظ لا آيات، لا حافظ أحاديث، لا فاهم تاريخ، لا عارف أبو هريرة أسلم بتين، ولا قعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم كم، ولا عارف الحديث الداري كالضبيو على معاوية رضي الله عنه، ما عارف ذاته الرواو منه وأخرج منه وجاي كيف، ما عارف ذاته. شعبين شينا والله، والله أنا عندي رصيد يتبرعوا به. تعالوا خش عليك الله، خش عليكم الله، تعالوا خش شينا والله. كلامكم كله ردينا عليه، ولسه في نقاط إن شاء الله أخواننا قاعدين، ولو 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 كمان بتشترطوا بقيتوا زي النساوين، المرأة بتختار البرقص معاه منه، برضه ما عندنا مشكلة، تختاروا اللي يناقشكم منه، لو دارين شيخ مزمل بناقش، دارين أنا بناقش، دارين أي واحد من أخواننا ديل تختار من طرف، تعال خش، فرصة مفتوحة للمداخلات، تعالوا خشوا. عيب عيب عيب، ناس العقل، عقلكم الليلة خطيتوه ولا زول داك جمعوا منكم، بعد ما هناك قال لك أجمع، شال العقل وفات بيه. الحاصل شنو؟ فرصة مفتوحة للمداخلات، تعالوا خشوا. والله الليلة ما نخليكم، ورب السماء ما نخليكم، تعالوا خش. انتوا خايفين من شنو؟ خايف من شنو؟ يا اخي تتكلم في صحابه انت ما قادر علينا، نحن خليك من الصحابه. احنا ديل انت ما قادر علينا، تقدر على صحابه؟ ها؟ ونحن ما عندنا اي حاجه. لكن كلامك ذا بخالف الواقع ويخالف العقل ويخالف التاريخ ويخالف اللغه ويخالف الرجال السودانيه ويخالف العادات العرسيه ويخالف الانبساغات الوهميه، كله بخالف. تعالوا خشوا. عيب على الشعبيين، عيب عليكم، فرصه مفتوحه للمداخلات، تعالوا خشوا. يا اخي كذا قبل تخشوا يا ناس، انتوا عندكم كم غنه؟ غنات الشروق حقتكم، غنات ذاك اسمه مين حسين خوجل حقتكم، وغنات مين وغنات مين مفتوحه لكم، غنات اس 24 حقتكم، عرفتها؟ انتوا خايفين من شنو؟ ما تخاف، انتوا في واحد من السلفيين شايل حاجه؟ طيب لو اشترطتوا علينا انه نص اخواننا السلفيين ديل امرقوا برا الجامعه، براهم بيمرقوا، بتمرقوا ولا بتمرقوا؟ بس يحصل منهم شنو؟ يجي يخشوا، مش بس هو يجي زي ما قال الديك، تعال يا اخ، تعال تعال بين عندك، تعال ها تعال، لو 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 نطت منك الايه او الحديث بنذكرك لها، ولو الشبهه نطت منك برضه بنديك لها، وبعد ذاك ان شاء الله ستجغم وتهلك، فهمت؟ لانه احنا ما بنجاملك. خش يا شعبين، عيب عيب. اي شعبي متى ما حس بالحساس بتاع الرجوله بتاعه، حس انه الامبير بتاعه بدا يتحرك ساي، بس ان شاء الله الارض بتاعه ما ثابت، بس يتحرك كده طوالي، تعال خش حبابك الف، تعالوا خشوا. عيب والله عيب عيب، ما بتخش ما بتخش. نقدم الشيخ مزمل.